بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. في هذه الحلقة سوف تستمعون من فضيلته إلى إجابات عدد من الأسئلة، أولها من المستمع محمد الجعفري من الرياض عن إرث الحفيد من جده الموصي له، ثم عدد من الأسئلة للمرسلة ألف، بل سؤال من المرسلة ميم ألف ألف من السودان تسأل عن جارة لها مسيحية كيف تتعامل معها، وبعد ذلك عدد من الأسئلة بعث بها المرسل ألف عين من القصيم يسأل عن حدود حجاب المرأة، ثم في سؤاله الآخر يسأل عن حكم نقل آلات له ضمن العفش الذي أخذ الأجرة على نقله، وفي آخر أسئلته يسأل عن بعض صور الرشوة، ثم مجموعة أخرى من المرسل راء عين من القصيم يسأل عن قصر الصلاة وجمعها لسائقي الشاحنات، ثم يسأل عن صلاة المسافر دون المسجد القريب، وبعد ذلك أسئلة للمرسلة ميم ضاد زاي من الرياض تسأل في أولها عمن شك في ترك ركعة ومتى يسجد، ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال لها إذا اجتمع سجودان للسهو فكيف يسجد المصلي ومتى، بعد ذلك تسأل عن طواف امرأة بالبيت وقد دخلت مكة دون إحرام، ثم تسأل قبل الأخير عن حرمة الأشرطة التي تحمل القرآن الكريم وعن وضع المصحف على الأرض الطاهرة معمونا من أن يهان أو يمر عليه، وفي آخر أسئلتها تسأل عن بعض العبارات في دعاء القنوت، بعد ذلك يجيب فضيلته عن أسئلة إحدى الأخوات بعثت بها من اليمن تسأل في أولها عن بعض صور الحجاب، وبعد ذلك تسأل عن قبول هدية تارك الصلاة، ثم تسأل عن حكم إهداء الهدية والتصدق بها ممن أهديت له، ثم تسأل عن حكم الذهاب لحفلات فيها منكرات، وفي آخر أسئلتها تقول ما الذي يجوز للمرأة إظهاره من جسمها أمام النساء، بعد ذلك عدد من الأسئلة للمرسل عين راء عين من جدة يسأل في أولها عن من تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ويطلب توجيه الشيخ في ذلك، وفي سؤاله الآخر يسأل عن بعض أحكام العقيقة وهل يجوز الإنابة فيها أم لا، وآخر أسئلته وهو آخر أسئلة هذه الحلقة يقول ماذا على زوجتي وقد تحللت من حجها قبل أن تأخذ من شعرها. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة، أولى أسئلة هذه الحلقة من السائل محمد هزاع أحمد الجعفري من الرياض، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي ولد عم توفي أبوه هو جدي المتوفى قبل 30 عاما، وبعد ذلك قام بخط ورقة بأنه سوف يرثه ولم يحدد كم له من الإرث، وله 4 أعمام وعمتان، فهل لولد عم إرث بموجب هذه الوصية التي كتبها جدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن ابن الابن لا يرث من جده مع وجود أعمامه لأنهم يحجبونه عن الإرث لأنهم أقرب إلى الميت منه، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأعمامهم أولى رجل ذكر فيحجبون ابن الابن. وما أوصى به الجد إن كان من باب الوصية بالثلث فأقل فإنه يصح لهم على أنه وصية لا على أنه ميراث، الإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل لغير وارث، وابن الابن مع وجود أعمامه ليس بوارث فتصح له الوصية على هذا الوجه، وإذا كان المسألة نزاع بين أطراف فالمرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الآخر من المستمعة ميم ألف ألف من السودان تقول لنا جارة جاءت من جنوب السودان وأهلها مسيحيون، وهي الآن ليست مسيحية ولا دينية ولكنها ترفض قبول
حول الإسلام وتقول بل تقوم بضرب الصبية وشتم الكبار لأدنى سبب، كيف يكون تعاملنا معها وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالجار، وقد قال الله تعالى والجار الجنوب والصاحب بالجنب أفتونا مأجورين؟ الجار له حق، والجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، أو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم وغير القريب له حق الجوار فقط. فهذه المرأة لها حق الجوار فقط، حق واحد، لأن تحسن إليها وتكف عنها الأذى، لأن هذا من حق الجار على جاره. نعم. السلام الله عليكم. المرسل ألف ميم عين من القصيم بعث ثلاثة أسئلة. يقول في الأول: والدتي توفي أبوها وهي تبلغ من العمر 3 سنوات، ثم تولى تربيتها عمها أخو أبيها، ولما بلغت الرشد تزوج أمها وتوفيت عنده، وبعدما زوجها أنجب أولاد من امرأة أخرى، فالآن يسلمها أولاد على والدتي دون حجاب، هل يجوز سلامها على أولاد عمها علما أنها تبلغ من العمر أكثر من 50 عاما؟ لا يجوز لها أن تسلم على أولاد عمها، بمعنى أنها تصافحهم لأنهم أجانب منها، وإنما تسلم عليهم بالكلام فقط بدون مصافحة، وأيضا مع الحجاب تلتزم بالحجاب أو ستر وجهها وكفيها وجسمها عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. نقول في سؤاله الثاني: أنا صاحب شاحنة، جاءني شخص يريد أن أحمل من عفشه في بيته، وله مع العفش بعض آلات اللهو، هل يجوز لي أن أحمل العفش مع تلك الآلات إلى المكان الذي يريد علما أني أخذ من الإيجار أم لا؟ لا يجوز لك أن تحمل آلات اللهو، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا كان يصر على حملها وعلى الاحتفاظ بها فلا يجوز لك أن تحملها له من مكان إلى مكان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فإن استثناها الحامل؟ نعم استثناها، يقول أحمل عفشك إلا هذا، له ذلك؟ له ذلك. نعم. السلام عليكم. في آخر أسئلته يقول: نحن أصحاب شاحنات، عندما نحمل شيئا من الشركات أو المستودعات نجد أن العمال يطلبون منا ما يسمونه بخشيشا، يقولون هذا حق الشاي، سؤالي هل ما نعطيهم يعتبر رشوة أم لا؟ أفتونا أثابكم الله. العمال لهم رواتبهم وأجوراتهم على كفلائهم، ولا يجوز لكم أن تدفعوا إليهم شيئا، لأن هذا يعتبر من الرشوة، إذا كانوا يقدمونكم في حمل المتاع على غيركم لأنكم تعطونهم شيئا فهذا من الرشوة. نعم. مرسل آخر من القصيم رمز اسمه براء عين، يقول في سؤاله الأول: نحن أيضا أصحاب شاحنات، نذهب من منطقة إلى أخرى ومدة سفرنا عن أهلنا تتراوح بين 20 يوما إلى شهر، هل يجوز لنا القصر أو الجمع؟ ما دمتم مسافرين إنه يجوز لكم القصر ويجوز لكم الجمع، إذا بلغت المسافة مسافة القصر وهي 80 كيلو فأكثر. نعم. يقول في سؤاله الثاني: أصحابنا أهل الشاحنات نكون معهم في منطقة كالرياض مثلا، فنأخذ يوما أو يومين مسافرين، ويوجد مسجد بعيد عنا قرابة 1 كيلومتر، ويقع بيننا وبين المسجد طريق سريع وقد حدثت فيه عدة دعسات ووفيات، هل يجوز لنا أن نصلي عند سياراتنا أم لابد من الصلاة في المسجد؟ إذا كان الواقع ما ذكرتم وأنه يحول بينكم وبين المسجد طريق سريع يخشى في اجتيازه من الدهس والحوادث، فهذا عذر يبيح لكم أن تصلوا عند سياراتكم، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن هذا خوف يحول بينكم وبين المسجد، والخوف من جملة الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت ميم ضاد زاي من الرياض بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: شخص صلى العصر وجلس للتشهد الأول، وفي أثناء قراءة التشهد أو بعد الفراغ من قراءته وقبل الانتقال إلى الركعة التالية حصل عنده شك، هل صلى ركعة واحدة أم ركعتين ولم يترجح عنده شيء، فبنى على الأقل وأتى بركعة ثانية، هل يجلس للتشهد مرة أخرى؟ ثم أين يكون موضع سجود السهو؟ هل قبل السلام يسجد أم بعده لأنه بنى على الأقل؟ نعم، إذا
شك الإنسان في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، ولكن الأفضل في هذه الحالة أن يسجد بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فهذا جائز، ويكون التشهد الأول بعد الركعة الثانية، يكون التشهد الأول بعد الركعة الثانية من الرباعية أو من صلاة المغرب. نعم. تقول في سؤالها الآخر: إذا اجتمع سجودان للسهو في الصلاة أحدهما موضعه قبل السلام والآخر بعده، فهل يكفي سجود واحد مع اختلاف المواضع أم يسجد كل سجود في موضعه؟ إذا سهى عدة مرات في الصلاة فإنه يكفيه سجدتان، ويجوز أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام. نعم. ولو تعدد السهو يكفيه سجدتان. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: امرأة دخلت مكة ولم تحرم بالعمرة للعذر الشرعي، وبعد أن طهرت أرادت أن تطوف بالبيت طواف تطوع، فهل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك، ولكن لو أنها أحرمت من الميقات وهي حائض فلا بأس بذلك، الحيض لا يمنع الإحرام. ولو أحرمت بالعمرة وجلست في المنزل إلى أن تطهر وتغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة لكان ذلك خيرا لها، ولكن لما لم تحرم وألغت نية العمرة فيجوز لها أن تطوف بالبيت طوافا مطلقا تطوعا. نعم. أحسن الله إليكم. هو ما يسميه العامة السبية؟ السبية يعني سبعة أشواط، يسمونه السبع. السبع يعني سبعة أشواط. نعم. عبادة مستقلة لمن كان البيت له أن يطوف به سبعا متى شاء؟ طواف بالبيت عبادة. أحسن الله إليكم. طواف بالبيت عبادة سواء كان في نصف أو كان في تطوع خارج نصف. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها قبل الأخير: هل الأشرطة التي يسجل فيها القرآن الكريم يكون لها احترام كالمصحف؟ وهل يجوز وضع المصحف على الأرض إذا كانت طاهرة بحيث يكون في مكان آمن لا يمتهن ولا يمر عليه؟ لا شك أن المصحف يحترم ويوقر ويرفع ولا يجوز وضعه على الأرض لأن ذلك امتهان له، إنما يوضع على فراش طاهر أو على شيء مرتفع طاهر ولا يوضع على الأرض لأن هذا فيه امتهان له. وأما الأشرطة فلا تأخذ حكم المصحف، الأشرطة إنما تشتمل على صوت مخزون فيها ولا تأخذ حكم المصحف. نعم. سابقكم الله. في سؤالها الأخير تقول: في دعاء القنوت ما حكم قول القانت وما قسمت في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين؟ نعم، هذا دعاء طيب، أن تسأل الله الخير وأن يصرف عنك الشر، لأن الخير والشر كل منهما بقضاء الله وقدره، كل من عند الله، فأنت تسأل الله عز وجل أن يعطيك من الخير وأن يصرف عنك الشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مرسلة من اليمن تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن النساء في اليمن عند خروجنا من البيوت نلبس ما يسمى بالبالطو، وهو يغطي المرأة من عنقها إلى أسفل رجليها، ثم نلبس فوقه ما يسمى بالجلباب، وهو يغطي المرأة من رأسها إلى ركبتيها، ونغطي الوجه بالنقاب أو نستر جزءا من ذاك الجلباب على الوجه فلا يبدو من المرأة شيء من بدنها، وبهذا يتحقق معنا شروط الحجاب. والسؤال: أن سمعنا من أحد المشايخ بأن لبس البالطو حرام، فهل هذا صحيح؟ وماذا علينا إن كان حراما؟ وإذا قمنا بارتداء العباءة بدلا عن ذلك البالطو فهذا يلفت أنظار الرجال ونبدو غريبات بين النساء، فما توجيهكم أثابكم الله؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتشبه يشمل التشبه باللباس، فإذا كان هذا البالطو مما يلبسه الرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبسه، كذلك ما يختص بالنساء لا يجوز للرجل أن يلبسه، المدار على تشبه أحد الجنسين بالآخر، والمرأة مطلوب منها الستر، أن تستر نفسها بالملابس المختصة بالنساء التي لا يلبسها الرجال، هذا هو المطلوب. نعم. إذا كان هذا اللباس الذي نذكره البالطو هو لبس النساء في مجتمعهم منذ قديم؟ إذا كان خاصا بالنساء ولا يلبسه الرجال فلا حرج في لبسه. نعم. الحمد لله. تقول في سؤالها الآخر: إذا أهدى لنا تارك الصلاة شيئا فهل يجوز أن نقبل هديته؟ وما الحكم إذا كانت هديته من المأكولات؟ نعم. تقول: إذا أهدى لنا تارك الصلاة شيئا فهل يجوز أن نقبل هديته؟ وما الحكم إذا كانت هديته من المأكولات؟ الهدية من الكافر إذا كانت الهدية
مما يباح لا بأس بقبولها، ولكن هذا لا يسقط المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليكم أن تناصحوا هذا الرجل وأن تنكروا عليه، وإذا كان لكم عليه سلطة أو ولاية أن تلزموه بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: ما حكم التصدق أو الإهداء بهدية أهديت للإنسان؟ لا بأس، إذا قبل الهدية صارت ملكا له، يتصرف فيها بما يشاء من تصدق أو هبة أو بيع أو انتفاع أو غير ذلك، لأنها ملكه. نعم. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم الذهاب إلى الأعراس إذا كان فيها بعض المحرمات كالغناء والرقص وغير ذلك، وما الواجب على من تذهب إلى مثلها؟ لا يجوز الذهاب إلى حفلات الزواج التي فيها منكرات إلا لمن يقدر على إزالة المنكر، أما من لا يقدر على إزالة ما فيها من المنكرات فإنه لا يجوز له أن يذهب إليها، لأنه يشارك أهلها في الإثم. نعم. تقول في سؤالها الأخير: أحسن الله إليكم، سمعنا أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام النساء إلا وجهها وشعرها وعنقها وذراعيها ورجليها إلى أنصاف الساقين، فهل إذا أظهرت غير هذه المواضع تكون آثمة كساعدها أو رجلها إلى الركبة أو بعض ظهرها، وحجتها أنها بين النساء أو في بيتها؟ وهل يجوز للمرأة أن تظهر ثدييها أمام النساء إذا كانت ترضع طفلها مثلا؟ ثم كم مقدار موضع القلادة في العنق؟ يجوز للمرأة أن تظهر من جسمها أمام النساء ما جرت عادة النساء المحتشمات بإظهاره كالوجه والكفين والقدمين وشعر الرأس، ما جرت العادة بين المسلمات بكشفه من بعضهن عند بعض، ولا يجوز ما زاد عن ذلك، لأنه لا حاجة إليه، ولأنه يدرب النساء على التساهل بالحجاب. نعم. قولكم جرت العادة بذلك بين مسلمات، أي مسلمات؟ وإن كان ملتزمات، مسلمات الملتزمات بالحجاب وما تدعو الحاجة إلى كشفه للعمل والمهنة، هذا أمام النساء. أما أمام الرجال الأجانب فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسمها، لا وجهها ولا كفيها ولا قدميها ولا شيء من جسمها، بل يجب عليها الستر الكامل أمام الرجال غير المحارم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين راء عين من جدة يقول في سؤاله الأول: حيث أنني شاب نشأت على الالتزام بحمد الله، لكنني في هذه الأيام ومنذ فترة أقترف بعض الذنوب ثم أرجع وأتوب، ثم أقترف ذنوبا ثم أرجع وأتوب، وقد استمرت معي هذه الحالة، فما توجيهكم ودعواتكم لي بهذا الخصوص؟ الواجب عليك الامتناع من الذنوب وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة، ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود إلى الذنوب مرة ثانية، لكن إذا طلبته نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان فوقع في الذنب مرة ثانية بعد عزمه أن لا يعود إليها فإنه يتوب إلى الله عز وجل، وكل ما صدر منه ذنب فإنه يتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فيكرر التوبة، كل ما وقع منه ذنب فإنه يكرر التوبة الصادقة ويتوب الله عليه عز وجل، ولا يقول أنا تبت ثم رجعت ولا لي توبة مرة، هذا من الشيطان. مهما اقترف عليها الياس، مهما اقترف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله قبل الأخير يقول: رزقني الله بمولودة منذ شهر، ونظرا لضيق وقتي وظروف عملي ألا أستطيع عمل عقيقة لها هنا، فهل لو وكلت أحد إخواني بالقاهرة أن يشتري خروفا ويوزع لحمه على الأهل والفقراء يجزئ ذلك؟ المشروع أن تكون العقيقة في البيت، في بيت السكن الذي فيه المولود وفيه أبوه وأمه وأسرته، هذا هو المشروع، أن تذبح العقيقة في البيت الذي فيه المولود، ليتوسع أهل ذلك البيت بهذه العقيقة ويطعموا جيرانهم ويتصدقوا على الفقراء منها. أما أنها تذبح في مكان بعيد عن البيت الذي فيه المولود فهذا لا يوافق السنة. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: منذ سنين قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج ولله الحمد، ولكن بعد أداء طواف الإفاضة تحللت زوجتي قبل أن تأخذ شيئا من شعر رأسها، فماذا يلزمها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كانت رمت الجمرة الكبرى وطافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة إن كان عليها سعي، فإنه يجوز لها أن تتحلل من إحرامها لأنها فعلت اثنين من الثلاثة. أما إذا لم تفعل إلا شيئا واحدا رمي الجمرة فقط أو الطواف فقط، فإنه لا يجوز لها أن تتحلل من إحرامها، بمعنى أن تعمل شيء من محظورات الإحرام لأن الإحرام باق عليها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كرم بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم.